مفوضيه الانتخابات تستقبل تسجيل المنظمات المحليه في مكاتب المحافظات ال15 محافظه غير منتظمه في اقليم، فبالتالي هو العمل مستمر لمنحهم هويات تعريفيه التي طبعت في مطبعه شبكه الاعلام العراقي بالنسبه لوكلاء الاحزاب السياسيه وايضا لمنظمات المجتمع المدني، فبالتالي كلهم يراجعون في مكاتب المحافظات ال15 محافظه لغرض التسجيل. هو العمل لا زال جاري، لكن منظمات المجتمع المدني صراحه لهم دور جدا فاعل في دعم واسناد عمل مفوضيه الانتخابات في توعية الناخبين وتثقيفهم، كان في مرحلة التحديث وأيضا في مرحلة التسجيل البيومتري كان عملهم مستمر ومواكب لعمل مفوضية الانتخابات، فلهم دور جدا كبير، ومفوضية الانتخابات تثمن جهودهم في هذا الجانب في جانب التوعية والتثقيف الانتخابي. نعم. سيدة جمانة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني هناك لجان الرقابة المحلية والدولية على عملية التصويت، ما هي إجراءات المفوضية حتى الآن، وهل تمت الاستجابة لدعوات من قبل المنظمات الدولية؟ نعم، ليس لدينا لجان رقابة لأن لا رقيب على عمل مفوضية الانتخابات سوى مجلس النواب العراقي، لكن هي منظمات دولية. المنظمات الدولية تراقب العملية الانتخابية ولا يحق لها تقديم الشكوى. يعني فقط تكتب تقريرها وترفع للجهات التي يعني الفريق، طبعا تعتمد الفريق، ما تعتمد شخص واحد المفوضية، تعتمد فريق منظم يعني فريق محلي أو دولي، فبالتالي ترفع تقرير للجهات التي يعودون إليها والمفوضية تناقش تقاريرهم، لكن كرقابة ليس للمفوضية. هل يمكن أن يقدموا ملاحظات أثناء؟ أبدا. نعم. يكتب تقريره والتقرير يرفع للجهات والجهات تخاطب مفوضية الانتخابات، وأكيد مجلس المفوضين سوف يراجع هذه المواضيع وهذه الملاحظات وإلى رؤية ودروس مستنبطة لهذا الموضوع. استجابة للدعوات التي نعم، استقبل رئيس مجلس المفوضين عدد من المنظمات الدولية التي تود المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية. صراحة ما حافظة أسمائهم، بس يعني هناك عدد من المنظمات التي استقبلهم رئيس مجلس المفوضين قاضي عمر أحمد محمد. هي العملية جارية للمفوضية الانتخابات منذ أن وضعت الجدول العملياتي، شكلت لجنة المراقبين الدوليين لاستقبال وتسجيل المراقبين الدوليين. هم عادة المراقبين الدوليين صراحة يجون على يعني فترة الاقتراع، يعني مرحلة الاقتراع، يعني اللي هي تقريبا نقول مثلا شهر القانون الأول، لأن هذه نفقاتها عليهم هم يتحملوها، فبالتالي ما راح يجيك من أول البداية إلى يوم الاقتراع، فأغلبها تكون في يوم الاقتراع. وجود هذه المنظمات الدولية يعني أهميتها بالنسبة لعملية الاقتراع، بالنسبة لعمل المفوضية بشكل عام؟ يعني أكيد عمل المنظمات سواء محلية أو دولية هم يضيفون النزاهة على العملية الانتخابية، لأن وجودهم هذا نزاهة للعملية الانتخابية، شفافية للعملية الانتخابية، أنه منظمات دولية موجودة في محطات الاقتراع والمراقبين المحليين موجودين، هذا كله هو نزاهة العملية، ضمان نزاهة العملية الانتخابية. المفوضية حريصة على إشراك المنظمات المحلية والدولية ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، فلهذا تلاحظين التواصل مع هذه المنظمات الدولية، هناك مخاطبات مع منظمات دولية، هناك مخاطبات مع منظمات محلية لإشراكهم في مراقبة العملية الانتخابية. نعم. سيدة جمانة، بعد انتهاء المحاكاة وأيضا قرعة أرقام المرشحين، ما هي الإجراءات التي ستتخذها المفوضية وصولا إلى يوم الانتخاب؟ هي حاليا المفروض المصادقة يعتقد قد تكون اليوم أو غد على أرقام المرشحين اللي 134 قائمة وأرقام تسلسلاتهم الانتخابية المشاركة في العملية الانتخابية، فبالتالي الآن سوف يكون هذا الموضوع هو انعكاس هذه الأرقام على ورقة الاقتراع، هي 16 ورقة اقتراع، 15 ورقة هي ل 15 محافظة. أنت تعرف أن كل محافظة عدد مرشحيها من الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد تختلف من محافظة إلى محافظة، فبالتالي حجم الورقة يكون يتغير، يعني بطول الورقة هو أعتقد العرض ثابت لكن طول الورقة يختلف. مثلا في بغداد تقريبا 100 مرة، هو أقل من 100 بس خلي يكون العدد نقول قرابة 100 مرشح، في غير محافظة قد يكون هو أقل، فبالتالي ورقة الاقتراع تفرق من محافظة إلى محافظة. فشكل ورقة الاقتراع هي 15 شكل على عدد المحافظات، والورقة الوطنية للتصويت الخاص هذه تفرق من القوات المسلحة للنازحين، لأن القوات المسلحة قد يكون مثلا هو من البصرة ومثلا عنده واجب في بغداد يصوت في بغداد لكن يصوت للبصرة، فيكون اختيار من قبل موظفينا في المفوضية في يوم الاقتراع في المحطة يؤشر له على المحافظة التي هو، لأنه من راح يخلي بصمة إصبعه على جهاز التحقق راح تطلع محافظته الأصلية والدائرة الأصلية، فبالتالي يؤشرها الموظف المختص ويسلم ورقة الاقتراع إلى الناخبين. وهذه العملية أيضا للنازحين؟ نعم، لأنه النازحين في المخيمات يصوتون إلى محافظاتهم الأصلية في المخيمات.
فقط فقط سنجار هم داخل وخارج المحافظة، لكن البقية في المخيمات فقط. سيدة جمانة، هناك أخبار تداولت مسألة استبعاد بعض المرشحين، فما المعلومات المتوفرة لديكم بشكل رسمي على هذا الموضوع؟ يعني موضوع استبعاد أكيد هناك حالات قد تكون، يعني هي حسب رؤية مجلس المفوضين، إما تكون هناك ورود إجابة من جهات التحقق، إما من المساءلة والعدالة، إما من النزاهة، أم قد تكون من وزارة التربية وزارة التعليم. فهذه ورود هذه الإجابات أكيد لمجلس المفوضين هو رؤية باستبعاده، يعني الموضوع كلش طبيعي، لكن يحق له طعم بالقرار مجلس المفوضين. إلى 3 أيام يحق له طعم بقرار مجلس المفوضين، وممكن أنه يثبت عكس عدد معين. يعني لا، هو ماكو عدد لا ما كان ما يعني قد يكون حالات فردية جدا قليلة. نعم. يعني لكن هذه مقبول الطعن بعد قرار مجلس المفوضين عند 3 أيام، ممكن يطعن وممكن أنه يثبت عكس ما أشر.